ينضم إلينا من الخرطوم مراسل القاهرة الإخبارية محمد إبراهيم. بعد التحية محمد، إذن عرضنا منذ قليل فيديو لنائب القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق شمس الدين كباشي وسط الجماهير يتحدث على أن القوات المسلحة السودانية متماسكة، فكيف تبدو التفاصيل لديك؟ حسان، نعم، تابعنا تصريحات للنائب القائد العام شمس الدين الكباشي يتحدث وسط قادة الجيش والجنود، وأتى الحديث كما يبدو أنه في القيادة العامة للجيش السوداني، وتحدث فيه عن أن الجيش ما زال متمسكا وما زال يعني يمارس أمره بكل كفاءة واقتدار، خصوصا وأن الأيام الأخيرة كانت هناك يعني مواجهات قوية بين الدعم السريع والجيش السوداني في مواقع مختلفة. وحتى قبل قليل تابعنا تحليق جوي للطيران التابع للجيش السوداني في سماء الخرطوم، كذلك مواجهات في مواقع مختلفة، وأخيرها كانت مواجهات معسكر اليرموك الذي يقع جنوب الخرطوم، حيث دمر الجيش المعظم الذين كانوا يتواجدون بداخل هذا المعسكر عن طريق طائرتين تابعتان للجيش السوداني. وكما يبدو أن الجيش السوداني بدأ في عملية الحسم، خصوصا وأنه يمارس عمليات تكتيكية بحسب تصريحات الجيش، وخاصة وأن الآن كل المواقع الاستراتيجية والمراكز التي تقع في وسط الخرطوم تتواجد فيها القوات المسلحة السودانية، على الرغم من أن هناك بعض المناوشات قد تحدث في مواقع مختلفة للجيش بين الجيش السوداني والدعم السريع في مواقع مختلفة، وتحديدا في وسط الخرطوم، وتحديدا منطقة الحلة الجديدة والسوق العربي، كانت قد شهدت مواجهات ومناوشات في بعض عناصر الدعم السريع التي كانت تتواجد أو تحتمي بالمباني في تلك هذه المواقع بحسب مصادر في الجيش السوداني. كما يبدو أن الأوضاع حتى هذه اللحظة هناك مواجهات في مواقع مختلفة، هناك تواجد لعناصر الدعم السريع في الأحياء وفي الشوارع الرئيسية والولائية التي تربط بين الخرطوم والولايات الأخرى، وتحديدا ولاية الجزيرة الآن هناك تمركزات تابعة للدعم السريع، وكذلك في منطقة شرق النيل هناك وجود كبير لميليشيا الدعم السريع في الشوارع الرئيسية وفي الأحياء، وهناك أيضا مداهمات كبيرة للمنازل، وهناك عمليات سرقات ونهب من قبل الدعم السريع، وكذلك أيضا هذا التواجد لم يحصل في منطقة شرق النيل وفي عدد كبير من منطقة مناطق بحري وكذلك أم درمان وكذلك الخرطوم تحديدا جنوب. طب هذه الاشتباكات المتقطعة، هذه الاشتباكات المتقطعة محمد أو التطورات، يعني كيف أثرت على حركة النزوح، سواء كان نزوح في داخل ولايات الخرطوم أو في خارج البلاد؟ ممارسة عمليات النهب والسرقات. كما يبدو أن المواجهات حتى هذه اللحظة مستمرة في مواقع مختلفة، وهناك مناوشات في مواقع مختلفة. يبدو أن الساعات القادمة أن الجيش السوداني سيقوم بتكثيف يعني حملاته أو تضييق الخناق على الدعم السريع الذي بدأ ينتشر في الأحياء، خصوصا وأن عمليات
الفرار من هذه الدعم السريع الآن ما تزال مستمرة. هناك يعني عدد كبير من الدعم السريع حر من المواجهات الأخيرة، وأيضا هذه المواجهات أرهقت المواطنين حيث فر نزح العديد من المواطنين إلى ولايات السودانية وتحديدا ولاية الجزيرة التي كان لها النصيب الأكبر من قبل النازحين من الخرطوم من العاصمة الخرطوم، خصوصا وأن الخرطوم الآن تحولت إلى ثقنة عسكرية بعد تواجد هذه المجموعات المتمردة واستمرار المواجهات بين الجيش السوداني والدعم السريع. طيب محمد إبراهيم لو تسمعني أيضا، أتحدث حول يعني حركات النزوح يعني بنتيجة هذه الاشتباكات المتقطعة طبعا ما بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إذا كيف تبدو حركة النزوح إلى الآن؟ وخاصة فيما يتعلق بالنزوح إلى داخل الولايات المجاورة للخرطوم وأيضا إلى خارج السودان. هل تسمعني محمد الآن؟ هل تسمعني الآن محمد إبراهيم؟ يبدو أن محمد إبراهيم مراسل القاهرة الإخباري لا يسمعني، يسمعني الآن، يسمعني الآن. إذن وأنت تحدثنا نعرض مباشرة محمد عبر شاشة القاهرة الإخبارية الخرطومة، ألسنة الدخان تتصاعد الآن. لو تسمعني أتحدث حول هذه التطورات التي تحدث والاشتباكات المتقطعة ما بين حين وآخر وتأثير هذا على حركة النزوح سواء كان في داخل ولايات الخرطوم أو خارج السودان ككل. نعم، المواجهات هي ما تزال مستمرة في مواقع مختلفة، هناك يعني تحليق جوي للطيران الجيش وكذلك هناك مواجهات في مواقع مختلفة، ونتابع أيضا ألسنة الدخان تتصاعد من مواقع مختلفة واستمرار المواجهات. أيضا هذا الأمر خلق أو أحدث يعني بسببه نزح الكثير من المواطنين إلى الولايات القريبة من السودان وكولاية الجزيرة التي يعني كان لها النصيب الأكبر من قبل النازحين من العاصمة الخرطوم وكذلك الولايات الأخرى. إضافة إلى ذلك هناك أيضا لجوء من الخرطوم حيث هناك يعني عمليات لجوء لدول الجوار سيما دولة مصر التي أيضا كان لها النصيب الأكبر من قبل اللاجئين السودانيين. حتى هذه اللحظات ما تزال عملية الإجلاء أو اللاجئين مستمرة إلى الدول الجوار. هذه الأوضاع أيضا خلقت أوضاع إنسانية قاتمة في الخرطوم، هناك يعني انتشار كبير للجثث في الشوارع الخرطوم، هناك يعني عدم صعوبة في عدم الوصول إلى المستشفيات، خصوصا وأن عدد من المصادر الطبية تحدثوا على أن المستشفيات الآن شبه متوقفة. هناك وأنت تحدثني يعني محمد الآن مباشرة نعرض أيضا على الجانب الآخر وأنت تحدثنا محمد ألسنة الدخان التي تتصاعد في أحياء الخرطوم نتيجة لهذه الاشتباكات المتقطعة ما بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، يبدو أن يعني تزداد هنا ألسنة الدخان نتيجة من الواضح أن في هذه اللحظات المباشرة حركة الاشتباكات قوية فيما بين الجانبين. نعم، كما تحدثت إليك حسان، الاشتباكات لم تتوقف في عدد كبير من المواقع وتحديدا في وسط الخرطوم ما تزال مستمرة، هناك يعني مواجهات عنيفة في منطقة الصحافة التي تقع جنوب الخرطوم وكذلك منطقة الديم التي تقع في وسط الخرطوم الحلة الجديدة. هذه المناطق شهدت مواجهات عنيفة وكما يبدو أن هذه المواجهات تتمركز في هذه المناطق أيضا لم تتوقف فيها منذ أيام، حيث تتواجد هناك أعداد من الدعم السريع وكذلك الجيش الظل يقاتل هذه المجموعة حتى هذه اللحظات. وكما نتابع أن هناك لماذا تتركز الاشتباكات إذا في هذه المناطق بالتحديد محمد؟ المواجهات ربما تزيد من أعداد الفارين من جحيم الحرب الذين يتواجدون داخل العاصمة
الخرطوم خصوصا وان حتى هذه اللحظات ما تزال عمليات النزوح مستمره الى الولايات المجاوره للخرطوم كولايه الجزيره كما تحدثت، ايضا ولايه النيل الابيض وولايه نهر النيل وكذلك المناطق القريبه للعاصمه الخرطوم او القرى التي يعني تقع بالقرب من عاصمه الخرطوم، حيث شهدت ايضا عمليات نزوح كبيره، اضافه الى ايضا هناك لجوء كبير الى دول الجوار، وبالتالي هذه المواجهات ربما تزيد من او تفاقم الاوضاع الانسانيه الذي يعيشها المواطنون الذين يتواجدون في تلك هذه المناطق، وايضا تفاقم الاوضاع الانسانيه لدى المرضى، خصوصا وان هذه المواجهات دائما ما نلاحظ انها يعني هناك نلاحظ انقطاع للتيار الكهربائي وايضا انقطاع للتيار المياه، وبالتالي هذه الامور قد تفاقم من الاوضاع الانسانيه في تلك هذه المناطق، وكذا الحال ايضا في المستشفيات التي ايضا تعاني من نقص كبير في الاطباء وكذلك في المواد او المستلزمات الطبيه، على الرغم من ان هناك جهود من قبل المنظمات والجهات الرسميه لكنها تعاني ايضا من هناك بعض المنظمات تعاني من صعوبه الوصول الى تلك المستشفيات بسبب هذه المواجهات التي ما تزال مستمره حتى هذه اللحظه.